راح أرجع مرة ثانية نفس الخانة وأطبق، راح أطبق على الخانة الأخيرة. مجرد ما أضغط على الزر راح ينقلني إلى بوكس. على طول يبطل لي صفحة جديدة. انزين، طبعا مثل ما احنا عارفين ان الخانة الاولى يمكنني اضافة سؤال، ان احط فيه سؤال اللي هو شنو. نضيف سؤال للخانة الاولى، أوكي. ضفني هني سؤال. ننزل حق الخانة اللي بعدها، راح تكون إضافة صورة. شلون أدرج صورة؟ راح أضغط عليها، بعدين راح ينقلني إلى بوكس مثل ما أنتم شايفين. بالنص في مربع أزرق، راح أضغط عليه. على طول راح يبطل لي بوكس ثاني في صور، أقدر أخذهم من هني، من سطح المكتب، أو إني أنزل صور. عندنا هني بعد صور وايد، وعندنا فيديوهات. كل هذه أقدر أختار منها. طبعا أنا راح أضغط على هذه الصورة بما أن أنا قاعد أتكلم عن الإنسان، عن أجزاء الهيكل العظمي. راح أضغط عليه. عقب ما أحدد الصورة أروح أضغط Open. على طول راح تندرج لي الصورة هني. طبعا راح أنزل تحت، راح تلاحظون أن كل الصور اللي أنا أدرجتها تكون مسيفة هني. بعدها أطق المربع الأخضر، اندرجت لي الصورة هني. نشوف. أوكي. طبعا أقدر أحدد أشياء اللي أنا أبيها. الحين نحط الإجابة. الحين أنا أبي أشوف الإجابة المفروض تنحط بهذا البوكس. إنزين، أنا راح أطوفه وبحطها بهالبوكس، راح أشوف شنو يصير. هل لما أضغط سيف راح يتسيف لي وعادي ولا لا؟ نشوف إذا أنا تخربت وكتبتها بغير البوكس. أوكي، عقب ما أكتب الإجابة أسوي سيف. ما تزيف لي، رجعني لنهاية الصفحة وقاعد يقول لي إن أنت كتبتي الإجابة في المكان الخاطئ، فلازم أكتبها في المكان الصحيح. يعني الشيء الحلو في البرنامج إنه لو تخربطين مثلا، تكتبين تخربطين في أماكن البوكسات، ما راح يتقبل إنه هو يسيف شغلك. لازم تكتبين كل شيء في مكانه. فراح أرجع في خانة الأسئلة. هذا الشيء حلو إذا كنتي مستعيلة وقاعد تكتبين بسرعة بسرعة ومو مركزة، فما يطبع ولا يسيف لك خطأ إلا لما تشوفين شنو الخطأ اللي عندك وتعدلين عليه، راح يسيفه. أرجع أكتبها في خانة الأسئلة، سوري الأجوبة.
اوكي. وطبعا هني يقول لك ان انتي تقدرين تكتبين اكثر من اجابة، اجابة بهالبوكس، وتنزلين تحت عند الزائد يزيد لك عدد الاجوبة. اذا ما ابي ازيد اروح هني عند الزبالة وامسحها delete، راح يرجع لي يحتفظ لي في اجابة واحدة، وانزل هني امسح كلامي واسوي سيف. ما يسيف لي معناته قاعد يقول لي ان انت يصوب الاجابه لازم تحطين عليها صح. ارجع انزل مره ثانيه شوف، انا كتبت الاجابه بس ما حطيت ان هذه هي الاجابه الصحيحه، فما يقدر يسيف لي وهو مو عارف شنو الاجابه الصحيحه. فرجعت حطيت صح، والحين أطق سيف، تسيف لي على جهة اليسار. هذا معناته أن كل الشغل اللي أنا سويته صحيح. طبعا راح نلاحظ الحين على إيدي اليمين في بوكس أزرق وحاط لي تحت سيمور، راح أضغط على سيمور راح ينقلني إلى صفحة ثانية، راح ينقلني إلى صفحة ثانية. هنا كان في بوكس واحد، هني بوكسات عديدة. إنزين، هذا يسمى مكتبة البرنامج. مكتبة البرنامج يعني كل شيء محتاجته موجود. شوفوا بوكسات عديدة، طبعا كل بوكس تضغطين عليه راح ينقلك إلى صفحة ثانية، راح يعرفك عليه أكثر وأكثر. شوفوا الحين راح أجرب أدش معاكم كذا بوكس عشان تفهمون اللي أنا قاعد أقوله أكثر. راح أطبق على تكنولوجيا في التعليم. أول ما أضغط عليه راح يبطل لي صفحة جديدة. فيها مخطط سهمي يوضح لنا تطبيق التعلم، يوضح لنا تطبيق تعلم التكنولوجيا. طبعا راح تلقون في طرف بوكس صغير، هو عبارة عن ضغط، اللي هو هذا البوكس هو عبارة عن ضغط تكبير أو التصغير. يعني إذا حابين أكبر الشاشة أسوي لها زوم أو إني أصغرها فبهذا البوكس. زين، شلون طريقة ان اوكي هذا البوكس بس شلون اكبرها او اصغرها؟ راح الحين عندي هني سهم خط، اضغط بالمكان اللي يعجبني عشان ازوم. كل ما اتجه الى اليمين يزوم، وكل ما ارجع الى اليسار راح يصغر. اضغط بهذا المكان واضغط مرتين، كليك يمين مرتين، شوف شلون قاعد يزوم. اضغط المكان اللي ابي مرتين. الحين زين انا ما ابي اكبر، ابي ارجع اصغر، ارجع مره ثانيه اضغط مرتين. شوفوا رجعت الصفحه تصغرت لي. طبعا راح نلاحظ ان في بوكس فوق. انزين، اول ما اضغط على كلمه بلاي هذا للاطار التالي، وهذا للإطار السابق، واللي بالنص اللي هي البلاي، اللي هي تشغل لي المخطط السهمي بهذه الطريقة، تزوم على ركن ركن في المخطط السهمي وتوضح لنا بالضبط من وين نبلش لوين ننتهي بهذه الطريقة. يعني يعطيك هو رأس العنوان ويطلع لك منها أفرع، وهذه الأفرع تطلع عن طريق الفيديو عشان يوضح لك أكثر. طبعا إذا خلصت أطق ستوب
طقيت ستوب. انزين وهو للحين ما خلص الفيديو، بس انا ابي اوقفه، فراح تتزوم الصورة بهذه الطريقة. ارجع مرة ثانية تحت وارجعه مثل ما كان. والحين راح ارجع مرة ثانية للصفحة الرئيسية. راح نختار لنا شيء ثاني وراح نشوف لوين يودينا. راح نختار data types اللي هي انواع البيانات، نضغط عليه راح ينقلنا الى الصفحة ثانية. ومثل ما انتم شايفين، طبعا مثل ما انتم شايفين في بطايق عليها اسئلة. What data can be stored in integer. طبعا اذا ما عرفت اجابة السؤال راح اشوف تحت كل بطاقة حاط لي علامات. انزين إذا ما عرفت الإجابة راح أشوف حاطين لي علامات، وكل علامة تفسر عن شيء. الأولى هذه بمعنى لا أعرف هذه البطاقة، والعلامة الثانية هني لا أعرف هذه البطاقة. هذه العلامة معناتها أن أنا عرفت إجابة هذه البطاقة. هذه العلامة راح تقلب لي البطاقة وتوريني الإجابة، أرجع أضغط عليها ترجع لي السؤال. وهذه العلامة اللي هي راح تعفس لي الأوراق. إنزين مو تعفس لي الأوراق، هي تخلط الأوراق بين بعض، يعني تخلط البطايق بين بعض. شوفوا كل ما أضغط عليها قاعد يتغير لي السؤال الأول، ولاحظوا على السؤال الثاني، فهي قاعد تغير جميع البطايق. أضغط السهم هني راح ينقلني إلى السؤال التالي. شوفوا هذه الأسئلة، إما أضغط لا أعرف أو أضغط أن عرفت هذه البطاقة، وهو راح ينقلني إلى السؤال اللي بعده. يعني مجرد ما أضغط أني أنا عرفت الإجابة، شوفوا انتقلت إلى السؤال التالي. هذه راح تقلب لي البطايق إلى أجوبة. لما أضغط هذه العلامة راح تقلب لي جميع، يعني هذه العلامة راح تقلب لي البطاقة الواحدة بس. البطاقة اللي أنا واقفة عليها مجرد ما عرفت الإجابة وضغطت عليه راح تقلب البطاقة بس اللي أنتوا قاعد تشوفونها. إذا أنا أبي أقلب جميع البطايق راح أضغط على هذه. شوفوا وشكرا على حسن الاستماع، وأتمنى أن أنتم تستفيدون من هذا البرنامج مثل ما أنا استفدت منه، لأن للأمانة هو جدا مفيد وحلو حق طريقة ترتيب الامتحانات وغيره من الأسئلة. وأي شيء مو عارفينه أو أي شيء حابين تتعلمون عليه، عندكم هذه اللينكات اللي موجودة قدامكم اللي هي مكتبة هذا البرنامج. تقدرون تضغطون على أي واحدة من اللينك الموجود راح ينقلكم إلى صفحة ثانية. بالصفحة الثانية راح يعلمكم أو راح يشرح لكم أكثر. يعني هني بكل لينك هو حاط لك رأس عنوان، فقط عنوان سطحي، فبكل لينك تضغطين عليه راح يعمق أكثر بالصفحة اللي راح ينقلك عليها. وأتمنى أنكم تستفيدون منه، وشكراً.